راسكم تكونوا عارفينها. احنا عندنا هنا في هنا في قناتين لأوراق العمل، ورقة عمل واحد وورقة عمل اثنين. لو ضغطنا على ورقة عمل واحد ورحنا على الفايلز، الأعمال المتقيمة موجودة في الإجابات الصحيحة أو الغير مكتملة، أما الأعمال اللي لسه لم تقيم موجودة فين؟ موجودة، هتلاقيها موجودة هنا، يعني اللي رفع ورقة عمل لم تقيم بعد هتلاقيها موجودة فين؟ في هذا الجزء. الأعمال الغير مكتملة رجاء من كل الأخوة المتدربين يدخل ويشوف الأعمال الغير مكتملة، تمام، وكل واحد عارف ورقة عمله. أحيانا بلاقي واحد كاتب لي، زميل أو متدرب كاتب ورقة عمل واحد، رجاء يكتب حل ورقة عمل واحد أو بين قوسين يكتب اسمه، بس الفولدر يكتب اسمه خلاص، معروف إن دي كلها أوراق العمل. دي حاجة. هنا في بعض الأشياء، في بعض يعني هنا في 3 معلمات عاملين نفس ورقة العمل، والتلاتة حاطين اسمهم. لا، رجاء كل واحد يرفع ورقة العمل الخاصة بيه بروحه، حتى لو 3 معلمين أو 3 معلمات مشتركين في حل أوراق العمل، يعملوا 3 مشاريع وكل واحد يرفع مشروع بروحه، يعني يشتركوا مع بعض في حل 3 مشاريع، ولكن كل واحد يرفع المشروع بروحه. ما يصير إن أنا أقدم ورقة عمل بأسماء المعلمين الثلاثة وأقيم الثلاثة بناء على ورقة عمل، زي ما احنا بنعمل في المشاريع كلنا طبعا، جميع المواد تقريبا بتسلم مشاريع طلابها، حتى لو كنا عاملين جروبات كل واحد بيسلم مشروعه بروحه، نفس المفهوم يعني. أيضا في بعض الأوراق مش مكتملة، فهتلاقي كل الحاجات موجودة هنا. رجاء كل الزملاء بعد ال خلص محاضرة النهاردة يدخلوا على الفولدر اللي هو الأعمال غير مكتملة دي، ويشوفوا الأعمال الغير مكتملة. الإجابات الصحيحة برضه اللي عايز يشيك يشوف هو موجود فين بالظبط، هيتلاقي هنا الإجابات الصحيحة، وهنا في فولدر اسمه الأعمال المتميزة، ودي أوراق العمل اللي معمولة بشكل مش هنقول احترافي، ولكن بتنسيقات أفضل من المطلوب. يعني دخل على النصوص وغير الأحجام الخطوط وغير الألوان وغير الخلفيات وإلى آخره، فعمل تحسين على ورقة العمل. وبرضه هنتكلم على الجزئية دي لأنه مهم جدا، وأنا شغال مش مجرد إن أنا أحط سؤال وخلاص، أهم حاجة إن أنا أحط الجانب. طبعا كل معلم بيبقى ليه لمسة كده، في ذوق في الألوان، ذوق في الخطوط، ذوق في التنسيقات إلى آخره. طبعا كل ما أنا أضيف التحسينات دي، يعني أنا شايف صراحة في فيديوهات جميلة محطوطة، تمام، طبعا إحنا لسه مبتدئين، يعني كون إن إحنا عملنا العمل ده وقدمناه، ده يعتبر شيء كويس جدا في يومين يعني. لكن أنا لما بعمل مادة علمية بعرضها، لازم المادة العلمية تكون شيقة، بمعنى كلمة شيقة جذابة في كل شيء، في عرض المحتوى، في عرض النصوص، مناسبة أحجام النصوص للفيديو، يعني ما يبقاش الكلام كبير خالص ولا يبقى صغير خالص، يبقى سنتر كده في النص كده، بحيث الأبعاد كلها يبقى فيه تناسق يعني. فاللمسة الجمالية دي بتيجي من خلال ممارستي للبرنامج. زي ما كان أنا قلت في بداية في أول يوم، إن في حاجات أنا مش هتكلم عليها زي تنسيق الخطوط ومش عارف إيه والحاجات دي كلها والألوان و و و إلى آخره. المهم أعرف مكانها في البرنامج، وكل واحد زي ما بيقول كده إيه، إنجوي، يستمتع بالبرنامج ويعمل اللي هو عايزه. بس حبيت النقطة دي أوضحها. إحنا أجلنا من المرة اللي فاتت موضوعين اللي هما الألعاب التفاعلية. حافظ الأول حاجة كده،
دي طبعا ميموري، لعبة الميموري كاردز أو لعبة التذكر. هنلاقي فيه صفين، الصف اللي فوق فيه مجموعة بطاقات والصف اللي تحت فيه مجموعة بطاقات. مطلوب مني إن أنا أعمل ماتشنج ما بين الصفين، أما بين البطاقات المتناسبة. فأنا الأول هعرض البطاقات، بعد كده هبتدي أشوف ده نوع من الألعاب التفاعلية ممكن أنا أستخدمها. أنا عملتها في عجالة طبعا، علشان إيه؟ عشان نتدرب عليها النهاردة. ده نوع من الألعاب التفاعلية ممكن أستخدمها كتقويم استهلاكي، سوري، كنشاط استهلاكي، أو كتقويم لعناصر الدرس. أحطها عبارة عن صور وإجابات عنها أيا كان موضوع الدرس بتاعي، طبعا كل زميل طبعا على حسب مادته. هنشوف نوع تاني من الألعاب، دي عبارة عن بازل أنا ممكن أستخدمها. ودي برضه بستخدمها كنشاط استهلالي مثلا، على أساس إن أنا أعرف الطالب أو المتعلم أو المتدرب عن المكونات المختلفة لشاشة البرنامج اللي أنا مثلا بشرح عليه، أو لأي موضوع أنا بشرح عليه. وهنا زي ما احنا شايفين في حاجات أنا حاطط عليها أرقام وفي حواليها مستطيلات، تمام؟ مجرد ما أوقف عليها نشوف إيه اللي هيحصل. طبعا أنا بحاول بقدر الإمكان إن في النشاط ده إن أنا إيه أفتح السكك للطالب، بحيث إن هو يعرف مكونات أو محتوى الدرس بتاعه في نشاط استهلالي مثلا. هنتكلم دلوقتي إزاي أنا أعمل الكلام ده. أول حاجة إحنا هناخد الألعاب التفاعلية، ويا ريت الزملاء، لأن كانوا في بعض الزملاء حاولوا إن هم يعملوا اللعبة قبل ما نشرح الدرس، فأنا قلت لهم ما كانوش عارفين مكان الأدوات، فأنا قلت لهم انتظروا لحد الشرح. يا ريت اللي عاوز يستخدم ورقة وقلم ويكتب الخطوات يكون أفضل يعني. والفيديو موجود، اللي عاوز يستخدم يرجع للفيديو، الفيديو موجود. طبعا بختار بلانك بروجكت وبحدد الريزوليوشن بتاعتي، وبعد كده بضغط كرييت. الألعاب التفاعلية لما بيصمم لي اللعبة، بعد ما أنا أختار بعض يعني نوع اللعبة وزي كده، في بعض الألعاب ما ينفعش أغير حجمها، لازم أسيبها زي ما هي بوضعها، وإلا هيحصل معاها مشكلة في عملية التنفيذ بعد كده. بس هو بيحذرني يعني، بعد ما بيعمل اللعبة بيديني رسالة بيقول لي انتبه، هذه اللعبة لا يمكن تغيير أبعادها، أو بينصحني بيقول لي رجاء عدم تغيير أبعاد اللعبة. الميموري كارد أقدر، اللي هي لعبة الميموري كارد،
او ميموري جيم انا اقدر اغير ابعادها. النوع التاني اللي هو البازل ده لا، بسيب ابعادها زي ما هي، ما اغيرش فيها حاجة. النهاردة كل شغلنا هيكون عن الانتر اكشنز عموما يعني. او هيتمحور شغلنا في اداتين او ثلاث ادوات بالكتير يعني. استاذ عصام، عفوا بس في استفسار بخصوص الجيمز اللي هي الالعاب، آه تاتي مع النسخه التجريبيه ولا لازم النسخه تكون كامله اللي موجوده عندي؟ والله أنا هنشوف دلوقتي، ولو في حد عنده البرنامج مشغله يا ريت ينفذ معي الخطوات ويقول لنا هل موجودة ما عنده ولا لأ في التجريبية. بس أتوقع إن التجريبية المفروض الترايل بيديني كل الفيتشرز بتاعت البرنامج أشوفها يعني. في الاستاذه سعديه لان كتبت اكثر من مره ان الجيمز مش موجود عندها، يعني لان نسختها هنشوفها تجي دلوقتي، هنشوفها ما دلوقتي، في. ويا ريت لو حد فاتح البرنامج يكتب لنا في التعليقات لو سمحت. تمام. انا هروح على الشريحة البلانك اللي هي اول واحدة دي، وهبتدي اروح على الانتر اكشنز، وهختار ليرنينج انتر اكشنز. في الليرنينج انتراكشنز بيديني صراحة حجم مهول من الانتراكشنز المختلفة، من ضمنها الألعاب التفاعلية. يعني في انتراكشنز كتير جدا، بس من ضمنها الألعاب التفاعلية زي ما هنشوف دلوقتي. الليستة اللي لستة الانتراكشنز اللي موجودة أو قائمة التفاعلات اللي موجودة كتير جدا. يعني الانتر اكشنز نفسها بتبقى تقيلة شوية، دي كلها انتر اكشنز مختلفة انا ممكن استخدمها. يا ريت حد من اللي معاه البرنامج شغل البرنامج وفتح الانتر اكشنز على نسخة ترايل، هنلاقي هنا الميموري جيم اهي موجودة، وهنلاقي قصادها على اليسار خالص دي لعبة البازل اللي هي اسمها جيكسو بازل. جيكسو بازل يبقى هما دول اللي احنا هنشتغل عليهم النهاردة. ودول انواع انتر اكشنز كتير جدا مختلفة، ممكن اللي عاوز يجرب فيها بعد كده يعني انجوي فيها. يعني في حاجات كتير ظريفة
ممكن يستخدمها. احنا قلنا هنشتغل اول حاجة هختار الميموري جيم، بعد كده هختار انسيرت. لحد ما يفتح البرنامج مفيش حد قال لنا إذا كانت موجودة. تمام، دي في الترايل يا أستاذ طلال. تمام، يعني موجودات. انا بقول المفروض ان مين بيقول لا مش موجوده. استاذ طلال شرح، اعتقد حضرتك دي موجوده في نسخه التراير. الأستاذ طلال رد يقول إن فعلا موجودة بس مو كل الأدوات يعني. ماشي، لكن الميموري جيم موجودة؟ غير موجودة أستاذ عصام. تمام، يبقى الميموري جيم أساسا محتاجة النسخة اللي هي عموما أنا هشرح الميموري جيم بتتعمل إزاي والجيكسو بازل بتتعمل إزاي. تمام، وبعد كده في ورقة العمل ممكن انت تختار اي لعبة او اي نشاط غيرها. يعني هو كلها بنفس المفهوم، كلهم بيدوروا حوالين مفهوم واحد، ان انا اهم حاجة بختار المهارة وابتدي بعد كده اطبقها. لان طبعا ممكن انا اللي عايز يفعل البرنامج حتى ولو لفترة معينة يعمل فيه كل أنشطته، يبقى يعرف إزاي إن هو يعمل الحاجات اللي هي الانتراكتيف أو اللي هي الشيقة. لما بختار الميموري جيم زي ما احنا شايفين هنا، بيبتدي يطلب مني إن أنا أضيف يا إما نصوص أو صور. فأنا هضيف مجموعة من الصور مثلا، وليكن 3 أو 4 صور كده للتجربة. اروح على البيكتشرز واختار او الفولدر اللي عليه الصور بتاعتي، لكن انا هعمل نفس النشاط اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. هختار صوره الادوب كابتيفيت. هنلاحظ هنا لما بضيفها بيضيفها لي في الاثنين، يعني الصوره دي مع الصوره دي. ودي ممكن اعملها في حاله لو انا بعمل لعبه للتسليه، ان هو مجرد بس ان هو ايه يماتش الصور مع بعض، وليكن مثلا في مرحله الكي جي مثلا او رياض الاطفال، انا ممكن اعمل لهم الصور الماتش مع بعضهم بحيث ان هو يختارهم مع بعض. لكن احنا مثلا لو انا بتعامل مع كبار، يبقى لا اكيد لازم هغير هنا. ممكن احط هنا الصورة وهنا مثلا صورة تانية مثلا فيها الوظيفة مثلا او حاجة مرتبطة بالصورة دي، يعني ما يبقوش الاثنين ايدنتيكال او متطابقات. هعمل امبورت مرة ثانية، وهختار صورة، هعمل امبورت مرة تانية لحد ما اخلص كل الصور اللي انا عاوزها. صورة تالتة او رابعة، يكون نفس الصورة اللي كانت موجودة في اللعبة. حاجة هنا أروح حاذف الصور، لأن زي ما قلنا يا إما أحط حاجة تبقى مرتبطة بيها أو ممكن أنا أضيف تكست. أنا هنا هضيف تكست
وممكن كنت اضيف هنا تكست واضيف هنا صورة، او تكست مع تكست، او صورة مع صورة، يعني اللي انا عايزه. مثلا انا الاختصار بس هكتب اول كلمة مثلا، دلوقتي انا خلاص، انا الكروت انا عملتهم، البطاقات انا عملتهم خلاص. هاجي بعد كده هعمل ايه؟ عايز انسق، يبقى هدخل على كاستومايز. من كاستومايز هنا هبتدي اختار، هنا مثلا مكتوبة ميموري جيم، وهنا ميموري جيم، ممكن اغير الاسم مثلا، اسميها مثلا حاجة هنا، ابدأ اللام. هنا مثلا، هنا لو انا عايز اغير لون النص نفسه، هنا نفس الشيء. لو انا عايز اغير هنا لون النص ده، نفس الشيء، هختار مثلا هنا. انا عايز اللعبة دي تنتهي امتى؟ هنا هو حاطط لي ديفولت 30 ثانية. طبعا 30 ثانية بالنسبة للطالب ما اعتقدش انها هتكفي معاه، ممكن اخليها مثلا دقيقتين ونص مثلا. ده بالنسبة للجزء الايه الاول، الستارت. الجيم سكرين نفسها اللي هو شاشة اللعبة نفسها، تمام. انا هنا لو انا عايز اغير مثلا اللون ده، مثلا شايف ازرق فاتح على ازرق غامق، ممكن انا اغير اللون مثلا. إيه عايز؟ الاطار بارز، عايزه لا عادي مش بارز، عايزه مستدير، عايزه مستطيل، عايزه بشكل مربع. هنا في اشكال تانية كتير. عايز اللعبة تكون بشكل عمودي أو بشكل أفقي، يعني سهل الانترفيس، سهل جدا إن أنا ألعب فيه. كل الانتراكشنز كلها اللي موجودة من خلال ليرنينج انتراكشن سهلة جدا، يعني مش محتاجة شغل مني. مجرد ما لو أنا قعدت اتعبست فيهم كده هعرف بالظبط أولهم من آخرهم. نيجي بعد كده هنا مثلا، لو أنا عاوز إن أنا الكارت نفسه مثلا، القاعدة بتاعت الكارت من ورا، ممكن أخليه مثلا بلون زي كده، تمام. ممكن أغير اللون من هنا. لو أنا عايز أحط عليه صورة، أختار يوز إيمج وأختار الصورة. مثلا لو كان مثلا هحط شعار مدرستي مثلا، أهم حاجة لو أنا عايز أغير الصورة مثلا، أضغط تشينج وأغيرها، إمبورت، وأغير الصورة مرة ثانية، وهكذا. أهم حاجة ما اطلعش من الشاشة دي إلا وأنا مظبط كل شغلي، كل الانتراكشنز كده. مجرد ما هتطلع منها مش هتقدر ترجع تعدل فيها، وده عيب من عيوب الأدوب كابتيفيت. يعني أنا لازم أكون دقيق جدا وأنا بعمل ديزاين للعبة بتاعتي. مجرد ما هطلع منها خلاص مش هقدر أغير فيها أي حاجة. الإند سكرين هنا عاوز مثلا كلمة جيم اوفر مثلا، عايز اكتب انتهت اللعبة مثلا. مثلا يور سكور مثلا، ممكن اغيرها او اسيبها زي ما هي. طبعا هنا عدد النقاط 4. لو احنا شفنا هنا في الاول، لو جينا هنا ممكن انا هنا اغير عدد النقاط، اخليهم مثلا 8 كده، يبقى عدد السكور كام بقى؟ 8 بدل ما هو ايه 4، تمام.
مجرد ما هضغط هنا زر اوكي، لو حبيت ارجع للعبة دي علشان اعدل محتواها هتلاقي الجهاز علق معاك. شايفين هنا في عبارات، العبارات دي عبارات تعزيزية، يعني انا ممكن اصغر هنا شوية كمان، خليها 66 مثلا. شايفين هنا المساحة دي كلها فاضية، انا ممكن انا اكبر اللعبة شايفين، وانا بكبر وصغر بيطلع فيه خط رفيع كده لونه اخضر كده وبيختفي، ده بيقول لي ان دلوقتي دي سنترد بالظبط في النص، الخط الاخضر اللي كان ظاهر هنا معناها ان هي بالسنترة في النص بالظبط. طب انا شايفها محذوفة في ناحية اليمين شوية ازاي؟ يا اما بزر فار الايمن واختار اللاين واختار هنا سنتر هوريزونتالي، او من موديفاي واختار اللاين واختار سنتر هورايزونتال، الاثنين هيدوني نفس الايه، نفس الحاجه. هاجي هنا التعزيزات، هنا اقدر ايه ان انا اعمل دبل كليك واغير فيهم، بس نفتح صندوق البروبرتيز. شوف هنا هيقول لي لودينج ومش هيعمل حاجه لو هو، لو انا دخلني على اللعبة عشان اعدل فيها. فانا هاجي هنا تمام، اللي باللون الاحمر دي اللي هي الفيلير تمام، هكتب مثلا حاول مرة اخرى. وهتلاقي في واحدة تانية دي اللي هتبقى حاول مرة أخرى، سوري كنترول سي كنترول في، وهنا مثلا نكتب له هنا إيه أحسنت. بعد كده المفروض إن أنا أعمل لهم إيه، أخدهم هما الاتنين كده أحدد الاتنين مع بعض واضغط بزر الفار الايمن واختار اللاين واختار هنا اللاين سنتر عشان يبقوا فوق بعض، وبعد كده اللاين تاني في كمان واحدة هنا السكسس اهي، يبقى السكسس دي هي اللي نكتبها ايه احسنت. مش ممكن دي انا هحذفها خلاص بس كده، انا عندي اتنين اهم احسنت، وحاول مرة اخرى واعمل لهم اللاين واختار هنا اللاين سنتر، يبقى ايه بيقوا فوق بعض بالظبط كده. انا ايه التعزيز هيظهر لي في حالة لو انا فشلت، او في حالة لو انا ايه لو انا عديت اللعبة. طيب وبعد ما اخلص طبعا بعمل ايه، خلاص بعمل سيف وبعمل ببلش سيف از، انا نكتب هنا ميموري كارد وهنا بعد كده بعمل ببلش. ممكن اعمل ببلش هنا على الكمبيوتر طبعا، ممكن اعملها HTML وممكن اعملها executable، ممكن اعمل اي واحدة من الاثنين. للتسهيل انا هعمل executable المرة دي ماشي، وهخليها فول سكرين، وهنا اللوكيشن select folder publish
تمام، تعال نشوف مع بعض كده. فين الفولتر بتاعها؟ ميموري جيم اهي، اعمل لها ران. عشان ما نضيعش وقت، بس انا الكمبيوتر مهنج شويه ما عندي. ده بالنسبه للميموري جيم، انا هرفع لكم اللعبه ونزلها عندك على جهازك، هتشتغل معاك على طول، بس تعمل لها ران از ادمنستريتور. نفس اللعبه دي هنزلها لكم تشغلوها. طيب نشوف النوع الثاني من الالعاب. خلاص انا هحذف هذه. هختار بلانك سلايد. قلنا هنختار بنفس الطريقة الانتر اكشن، ليرنينج انتر اكشن. هختار اللي هي البازل. طبعا هنا هبتدي هنا احط العنوان، وليكن مثلا عنوان اللعبة نفسها. وليكن مثلا موضوع الدرس مثلا، او اذا كانت صورة مثلا عن شيء معين مثلا، وليكن مثلا حاجة. هنا هختار الصورة، وليكن مثلا التسهيل مثلا صورة أدوب كابتيفيت مثلا. اوكي، هنا هختار حجم البازل.
خليها 400 × 400 مثلا، عايزها كم قطعة؟ وليكن مثلا 9 قطع، تتحل في قد ايه مثلا؟ هو حاططني دقيقتين، ممكن اخليها مثلا 3 دقايق مثلا. في حاجة هنا اسمها variable name، دي بقى للأدفانسد شوية. أنا ممكن اللعبة دي أخدها جزء من اختبار اللي إحنا هنتكلم عليه بعد شوية، تمام؟ بحيث إن السكور بتاعي أحطه في الفاريبل نيم بتاع اللعبة، وبالتالي يروح إيه يجمعه لي على السكور بتاع الطالب في الاختبار. يعني ممكن أنا أعتبر اللعبة دي جزء من الاختبار، وأحطها في أحط الريزلت بتاعته في الفاريبل نيم هنا، بس دي مور أدفانسد يعني. ولغة البرمجة على فكرة، اللي عاوز يركز في الموضوع ده، لغة البرمجة اللي بتستخدم مع الأدوب كابتيفيت اسمها أوا، تمام؟ ودي حاجة شبيهة بالجافا كده، بس إيه، بس خاصة بالكابتيفيت نفسها. وحطت أوكي. شايفين هنا حطيت لي رسالة، شايفين؟ don't resize. don't resize معناها سيبها زي ما هي، ما تغيرهاش. في حاجات كتير من الليرنينج انتر اكشنز لما بتعملها وتظبطها بيقول لك don't resize، اللي ما بيقوليش فيها don't resize اقدر اغير حجمها زي ما انا عاوز، تمام؟ هنا بيقول لي دبل كليك تو كونفيجر، يعني لو انا عملت دبل كليك عليها بيرجعني، تمام؟ انا اقدر هنا اغيرها بعد كده اخليها اي حاجه. الميموري كارد ما بيقدرش، هنا بيقدر، تمام؟ طيب، وهنا بنفس الشيء التعزيزات اللي موجودة هنا. هنت تكست، يعني مثلا لو الهنت دايما قبل ما احبش استخدمه، يعني انا اللي بيهمني بس اللي ايه السكسس والفيلير. يعني الهنت ده انا ممكن ايه، ممكن احذفه واستخدم فقط ايه السكسس والفيلير. في السكسس اكتب له هنا الفيلير، اكتب له مثلا حاول مرة اخرى، في السكسس اكتب له ايه احسنت، بنفس الطريقة اللي عملناها في الميموري جيم، بس ليه بس عشان الوقت. وبعد كده هعمل ايه، فايل سيف از، وهنا نسميها بازل. جيم برضه هعمل لها بابلش. ممكن HTML، احنا عملنا الاولانيه HTML EXE فايل، ممكن نخلي دي HTML ماشي. وبرضه هنا ايه في نفس المكان، وهنا اضغط ايه بابلش. حضرت هنا النو، شكرا. نعمل مينيمايز هنا البازل جيم اهي، طبعا الببلش اللي احنا بنعمله ده المفروض يبقى مراجعة للجزء الببلش اللي عملناه قبل كده، عشان في بعض الزملاء في أوراق العمل لما بييجوا يعملوا ببلش ما بيرفعوش الفولدر كله. انا هرفع الفولدر كله اللي انا ايه اللي انا صدرته. برضه ما اشتغلتش. طب نعمل لها publish exe file. لا سوري، دي حاجة تانية.
اوكي خلاص. publish، بس هي بتشتغل HTML فايل، يعني اللي هيجربها يعني هي بتشتغل. نوعين بتشتغل. ايه اسمها؟ بازل جيم اهي. هنا الاسم اللي احنا سميناه زي ما هو، وهنا التايم شغال. انا ممكن اعمله ريسيت، يعني ابتدي كل مرة بيروح ملخبطهم لي. انا المفروض ابقى حافظ شكلهم مثلا. وهكذا بقى. زي ما قلنا الجيمز عموما ممكن استخدمها كنشاط استهلالي او كنوع من انواع التقييم. طبعا هنا العبارة اللي هي اكسس السكسس المفروض اقول له احسنت مثلا او اي حاجة. طيب نيجي بعد كده لأنواع التفاعلات الأخرى اللي موجودة. يبقى قلنا الليرنينج انتراكشنز فيها كل، يعني كل ما هو يخص الجيمز، ممكن أسئلة بس على شكل جيم بنفس الطريقة، تمام إلى آخره. في بعد كده هناخد حاجة، بس الأول عشان أعرضها عليكم. وليكن أنا مادة علوم، مادة رياضيات، مادة اجتماعيات، حتى برضه لو حاسوب أقدر أعمل نفس الفكرة، إن أنا أعمل مساحات معينة على المكان، مجرد ما يروح المؤشر على هذه المساحة أنا أطلب من الطالب أو من المتدرب أو من المتعلم إن هو يروح على المساحات دي. مجرد ما يقف عليها يعرض له يا إما صورة أو نص. يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا رحت مثلا على المملكة العربية السعودية كده، راح ظهر لي العلم بتاعها، أبعد عنها يختفي. او لو رحت مثلا على جمهورية مصر العربية مثلا، يظهر لي اسمها، ممكن احط تحتيها بيانات كمان، عدد السكان مش عارف ايه و و و الى اخره. يبقى دي ايه، اقدر اعمل حاجة زي كده. دي بنسميها ايه؟ بنسميها رول اوفر. رول اوفر بمعنى ان انا مجرد ما يروح عليها الماوس يبتدي يظهر يا اما نص يا اما صورة، تمام. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. انا خلاص الفكرة وضحت، انا هروح مسكر دي ونروح مع بعض هنا على الكابتيفيت. هنعمل نفس الفكرة، هضيف أول حاجة صورة الخريطة. هنيجي هنا من ميديا وهختار إيمج، وأروح أختار الخريطة مثلا زي ما احنا شايفين كده. نصغر كمان شوية وابتدي ايه اكبرها بحيث تاخد نفس السايز كده. وممكن بعد كده هنا ايه اكبر بالشكل ده.
دلوقتي انا عاوز اعمل حاجة احطها فوق المملكة العربية السعودية مثلا، وحاجة فوق مصر، تمام؟ او ممكن يعني كفاية لان الصورتين دول موجودين عندي حاليا دلوقتي. حاجة هنا هعمل ايه؟ هختار هنا من objects، هختار حاجة اسمها highlight box. highlight box، شايفين اهو الهايلايت بوكس اهو جابه، هبتدي اروح اضغط عليه واسحبه واحطه على المكان. سوري انا اسف، دي في الدرس في النقطة اللي جاية، انا اسف. حاجة هنا سوري، هعمل حاجة اسمها ايه، رول اوفر كابشن. رول اوفر كابشن، الرول اوفر كابشن احنا هيجيب لي الاثنين، الهايلايت بوكس مع النص بتاعه، الاثنين مرتبطين ببعض، تمام. يبقى هقول تاني نحذفه بس، يبقى الأول هروح على الأوبجكتس واختار رول أوفر كابشن، وليكن مثلا أنا هعمل العكس المرة دي، السعودية هي اللي هكتب عليها المملكة العربية السعودية، ومصر هي اللي هضيف عليها علم مصر، عكس الإيه؟ عكس التدريب اللي فات. فهاجي هنا الأول أروح ساحب، المربع، وابتدي اصغره على قد المساحة اللي انا عايزها. واجي اروح ساحب النص بتاعه مثلا واحط جنبه هنا، واروح اجي هنا تحت في الخط مثلا، وليكن مثلا هخليه لونه بني او احمر مثلا، واخليه بولد، تمام. وهنا دبل كليك عليه، واقدر اغير حاجات كتير، حجم الخط وكله. هكتب هنا مثلا حول عربي، هعمل نفس الكلام مرة ثانية، هعمل هنا تاني Object، المرة دي هعمل رول اوفر ايمج، وهختار علم مصر مثلا، ابتدي اصغر مثلا العلم، هاجي اروح ساحب، واصغر على قد المساحة، اروح ساحب دي وحطيتها جنبها كده. كده خلاص انا عملت المساحات اللي انا عايزها. ممكن كل الحاجات الانتر اكتف اللي انا عايز اعملها ممكن اضيفها على صورة او عدة صور مختلفة على حسب تطور الدرس او سير الدرس عندي الى اخره. وبعد كده هعمل ايه؟ هسيفه المشروع. سميه مثلا ماب مثلا، او الخريطة، اعمل سيف. واعمل بابلش بنفس الطريقة، او اعمل بريفيو من هنا، ممكن اعمل بريفيو بروجكت. شوف ان انا لما اروح على السعودية يظهر لي العبارة، طب لو رحت على مصر يظهر لي العلم. يبقى بالطريقة دي اقدر انا اعمل انتر اكشن بشكل شيق وجذاب على حاجة معينة. طبعا الكلام ده ينطبق على اي شيء، ممكن احط مثلا لو احنا في الحاسوب مثلا، اضيف مثلا شاشة من شاشات مثلا حفظ، او حفظ باسم، او اوبن، او اي حاجة،
وابتدي احط على كل على كل اريا من الارياز اللي انا بستخدمها، مثلا مجرد ما يوقف عليها المؤشر زي ما هنشوف دلوقتي بعد شويه، مجرد ما احط عليها المؤشر يظهر لي الوظيفه بتاعتها، او ان انا اسحب عليها حاجه زي ما احنا هنشوف بعد شويه. يبقى ده الجزء الخاص بايه، اللي هي بنسميها رول اوفر، او ان الماوس يقف على حته معينه في الشاشه، يبتدي يا اما يعرض نص او يعرض صوره او يعرض كليهما. انا ممكن انا احط اتنين هوت سبوت فوق بعض، تمام، اتنين رول اوفر، واحد للصوره واحد للنص، بحيث ان هو لما اقف عليها يروح يظهر الاتنين، العالم مثلا الصوره وتحتها الكلام بتاعها. يعني ممكن اعمل الاتنين بحيث ان هو في حته واحده، بحيث ان لما اوقف المؤشر يظهر العلم مع النص يظهروا مع بعض، وتبقى بالطريقه دي انا اعمل ايه، خريطه انتر اكتف مثلا، او ممكن مثلا لو مثلا في العلوم مثلا مكونات الخليه نفسها، لما مجرد ما يوقف على نواه الخليه، على السيتوبلازم، على مش عارف ايه، على ايه، على ايه، يبتدي ايه، يبتدي يعرض لي ايه المحتوى بتاعها. طيب هنعمل شريحة جديدة برضه، هحذف دي، تعال نشوف الحاجة التانية. هنا احنا عملنا تمرين بنفس الطريقة، انا اقدر اخد اي حاجة انا عايز اختبر الطالب فيها بعد ما شرحت له معلومة، واقول له والله عندي انا مجموعة صور هنا، هم مثلا زي دول مثلا، حط لي كل صورة او كل علم على الدولة اللي ايه اللي تخصه، او يعني المفهوم واضح، يعني ان انا هخليه ياخد حاجات من على الشاشة يسحبها يحطها في الاماكن الصحيحة بتاعتها. فمثلا على سبيل المثال، بس هنا طبعا عيب الطريقة دي حاجة، ان انا لو سحبت وحطيت في المكان الغلط ما بيرجعهاش، تمام. يبقى الحل الوحيد ان هو يعيد ايه، يعيد التدريب، يعني شغل التدريب من اول وجديد. يعني شوف كده، انا لو خدت مثلا وحطيته مثلا العلم مصر مثلا على السعودية، شوف لو انا حبيت ارجعه ما بيرجعش، خلاص خلصت. وخدت مثلا علم السعودية على مصر وعملت سبميت، بقول لي هنا المفروض احط هنا مثلا ايه، حاول مرة اخرى، تمام. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي، بس هنحط التعزيزات عشان تبقى العملية أوضح شوية. طب لو أنا عملت ريلود من أول وجديد، المرة دي هحل صح، هاخد، أنا اتعمدت إن أنا أحطهم قريبين من بعض عشان إيه، علشان يعني المساحات الصغيرة هنا أنا كاتب لي طبعا تايب سكسس تيكتس، يعني مثلا أحسنت، مثلا أحط له أحسن، أو ممكن زي ما بعض الزملاء في أوراق العمل عمل كلابينج مثلا، اللي هي ايه، بدل العبارة بتاعت أحسنت حط ايه، حط بلاي ساوند كلابينج. طبعا دي كلها حاجات سهلة أقدر أعملها. طيب نقفل ده، نرجع للكابتيفيت، هنشوف هنعمل الكلام ده ازاي. أول حاجة هنضيف صورة الخريطة مرة تانية، وأعتقد هنوقف عند النقطة بتاعت بعد ما نخلص الخريطة. تمام، وبعد كده المرة دي هستخدم حاجة اسمها الهوت سبوت، بس الأول نضيف العلمين. نصغره. نضيف علم مصر.
أسعاره. ونحدد الاتنين مع بعض، مثلا لو انا عايز اظبط شغلي نعمل لهم اونلاين، اونلاين سنتر عشان يبقوا تحت بعض بالظبط، مثلا هسحبهم احطهم فين؟ فوق هنا. كده خلصنا من الجزء الاول. الجزء التاني دلوقتي انا عايز اعمل اريا هنا على السعودية واريا تانية على مصر عشان اسحب فيها ايه العلمين واحطهم هنا. هاجي اعمل من اوبجكت هنا هختار هوت لايت بوكس، وابتدي اجيبه احطه فين؟ على منطقة السعودية كده. تمام، وهعمل هوت لايت بوكس تاني احطه على مصر. يبقى احنا كده عملنا اتنين هوت لايت اهم، واحد على السعودية واحد على مصر. الخطوات اللي جاية بعد كده طويلة شوية، فأعتقد الأذان بيأذن، ممكن إن احنا نوقف لحد بعد الأذان عشان تبقى المعلومة متكاملة. بارك الله فيك أستاذ عصام، يعطيك العافية. العودة إن شاء الله تكون خلال ربع ساعة بإذن الله، ويفضل من الحضور عدم الخروج من الاجتماع. بارك الله فيك.
السلام عليكم أستاذ عصام، إذا موجود ممكن تبدأ. شكرا أستاذ فضل، بارك الله في حضرتك. قبل البريك احنا ضفنا صورة العلم، صورة العلمين، وضفنا اتنين هوت لايتس بوكس. جبناهم منين؟ جبناهم من اوبجكتس وهوت لايتس بوكس، هوت لايت بوكسز. بقى عندنا دلوقتي اربع اليمنتس او اربع عناصر. هم مطلوب مني دلوقتي ان انا اعمل عليهم خاصية السحب والافلات علشان اختبر المتعلم ان هو وصلته المعلومة ولا لا. المفروض هيسحب الصور دي ويحطها في اماكنها الصحيحة. طيب هعمل ايه؟ هروح على الانتر اكشنز واختار دراج اند دروب اللي هي السحب والافلات. هتظهر عندي الشاشة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. هي عبارة عن 3 خطوات، بيقول لي هنا ستيب 1 اوف 3، تمام. بيقول لي هنا سبيسيفاي ذا دراج سورسز، تمام، باي كليكينج اوبجكتس اون ذا سلايد. بعد كده كليك نيكست. اللي بيقول لي بالنسبة للويندوز هختار كنترول وكليك مع بعض، يعني حاجة هنا هختار الصورة الأولى، بعد كده أضغط زر كنترول ما أهده وأضغط الصورة الثانية. دول اللي أنا هسحبهم. يبقى أول حاجة الخطوة الأولى من عندي 3 خطوات. الخطوة الأولى إن أنا هحدد العناصر اللي أنا هسحبها وأديها فين في أماكنها الصحيحة. بعد كده هضغط ايه؟ next. الخطوة التانية هعمل نفس الحكاية بس للمناطق اللي انا هسحب عليها اللي هي بنسميها drop. برضه هنا بيقول specify the drop targets، تمام، by clicking objects on the slide and click next. يبقى بعد ما احددهم برضه هستخدم control وكليك علشان ايه؟ احدد كل العناصر. ادي اول واحدة، واضغط كنترول ما اهده واضغط ايه التانية. يبقى كده عندنا ايه؟ اول حاجة حددنا العناصر اللي انا هسحبها. الخطوة التانية هحدد العناصر اللي انا هسحب عليها اللي هي التارجت بتاعي. بعد كده هضغط ايه next. دلوقتي بيقول لي ايه؟ وصل في كل واحدة من دول هتلاقي فيها علامة في النص. العلامة اللي في النص دي هي اللي انا هسحبها واوديها في المكان الصحيح بتاعها. حاجة هنا كده راح ضاغط واسحب احطها فين؟ في المكان الصحيح بتاعها. نفس الشيء وراح ساحب فين؟ المكان الصحيح بتاعه. هتظهر معايا بالشكل ده. بعد كده اضغط ايه؟ فينش. كده خلاص انتهى ايه؟ عملية سحب وافلات العناصر. لو انا عملت بريفيو دلوقتي طبعا واحط السؤال بتاعي زي ما هنشوف دلوقتي. هنا في خطأ هنا. أعمل بريفيو تاني. البريفيو بيديني مرة واحدة بس. وعشان المساحتين قريبين من بعض كده صح. المفروض هنا هكتب التعزيز بتاعي زي ما هنشوف دلوقتي. هنا في عندنا نوعين من التعزيزات،
سكسس وفيلير. الفيلير هنا طبعا التنسيقات انا مش هتكلم فيها، بننزل هنا نغير حجم الخط ونوع الخط والكلام ده كله واللون. هنا ده الفيلير، حاول مرة اخرى. هنا احسنت. بعد كده هحدد الاثنين، قلنا هنخليهم ايه الالاين، الالاين سنتر، نعمل لهم الالاين تاني ميدل عشان يبقوا ايه تحت بعض. بعد كده ايه ممكن اسحبهم احطهم هنا مثلا، اقدر اكبر الخط والكلام ده كله. طبعا انا مش هتكلم عن الحاجات دي. ظهرت هنا احسن. طبعا اقدر اغير الخلفيه، ممكن اخليها شفافه الى اخره والكلام ده كله، من خلال ايه من خلال العناصر، خصائص العناصر. هنا اقدر اخليها الاوباسيتي هنا مثلا، هنا اقدر اخليها صفر مثلا، تبقى شفافه الى اخره، واعملها لكل الايه العنصرين مع بعض عشان يشف الايه اللي تحت منه. وهنا طبعا ممكن اخلي في خلفية اعبيها، ممكن هنا ايه كل الحاجات دي طبعا ايه مش هتكلم في التنسيقات دي، التنسيقات دي ايه سهلة. ده بالنسبة لايه للجزئية الخاصة بالسحب والافلات، تنسيق العناصر. يمكن انا ما واحنا شغالين كنا بنعمل اونلاين ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، هي دي تنسيق العناصر ومحاذاة العناصر المختلفة. طيب زي ما احنا شايفين هنا، نفترض ان انا عندي اكتر من شريحة، وليكن مثلا انا هضيف شريحة فاضية هنا هخليها هي الاولى. الاولى مثلا هعرض فيها لوجو المدرسة ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، وهحط زر ابدأ هنا مثلا، او الانتقال الى الشريحة التالية، ايا كان مسمى الزر. فحاجة هنا من في الاوبجكتس، وهختار بوتن ممكن اكبره شوية مثلا، ممكن اخليه سنتر لو انا عاوز احطه بالظبط في السنتر. تمام. وحاجة هنا في الاكشن هنا هختارها جو تو نيكست سلايد، يعني لما اضغط على الزر ده يوديني للشريحة دي. تمام. لو فرض ان انا حاطط تفريعة معينة هنا مثلا، ولا انترفيس معين، اشوف مثلا ده مثلا انا عامل مثلا موديول تعليمي مثلا، او حقيبة تعليمية وحاطط فيها كل الدروس بتاعتي هنا، مجرد مثلا ما اضغط على الدرس الاول ينقلني للشريحه اللي بتاعت الدرس الاول. فانا هختار في الشريحه بتاعت الدرس الاول مثلا شريحه رقم كام، سلايد 5 مثلا، يبقى هنا هختار اخليها لما اضغط على الزر ده جو تو ايه سلايد نمبر 5 مثلا. فوليكن هنا احنا ما عندناش غير اتنين بس، فهتبقى جو تو نيكست سلايد. وحاجه هنا في الستايل تمام، وهنا الكابشن مثلا التالي مثلا، او ابدأ مثلا. وهنا ابتدي اغير نوع الخط وحجم الخط والكلام ده كله، اغيره منين من هنا. في هنا حاجة اسمها ستيت فيو، وهنا في الستيت فيو هنا هخليها الديفولت ابدأ. لما احط الماوس عليها يتغير شكلها، لما اضغط عليها يبقى شكل تاني. يعني انا اقدر من هنا اقدر اغير، وليكن مثلا هخليها مثلا ستيت فيو مثلا. هنا هضغط على الشريحة دي
تمام. وهنا هخلي لون الخط مثلا يزيد شوية، خليه بولد مثلا، والحجم مثلا أكبره سنة مثلا. بعد كده هنا هضغط هنا exit a state عشان ارجع لايه للحالة بتاعتي. الحين لما مش هينتقل في الشريحة الاولى مش هينتقلني للشريحة التانية غير لما ايه اضغط على زر ابدأ الشريحة دي. حتى لو انا عايز اعمل استيقاف للعرض بتاعي يفضل ان انا احط زر بحيث ان هو ايه لما اخلص شغلي من هذا من هذه الشريحة لما اضغط الزر ده يروح ينقلني الى الشريحة اللي انا عايزها. نشوف طيب لو عملنا بريفيو كده نشوف ايه اللي حصل. هيوقف هنا مش هينتقل غير طبعا هنا يبدأ بلونها ابيض، كان المفروض ان انا اغيرها بلون تاني مثلا. هو الخط كبر شوية بس لسه ما زال اللون أبيض، وأغير الخلفية كمان إلى آخره. طيب إيه تاني ممكن ناخده في الانتر اكشنز؟ نفس الشيء الكليك بوكس بنفس الطريقة. لحظة هنا نعمل هنا شريحة تانية مثلا، وهنا في الكليك بوكس ده لما ناخد هنا الأكشن هنا هختار مثلا go to slide jump to slide، وهنا هختار slide number كام number 3. يبقى هنا لو انا ضغطت على الكليك بوكس ده تمام، يعني مثلا في صورة هنا مثلا لو ضغطت عليها يوديني جنب مباشرة من الأولى للتالتة ويعدي إيه التانية. يبقى ده لو أنا عاوز إيه لو عايز أعمل جمب لعدد من الشرائح بحط هنا كليك بوكس تمام. وهنا أكتب هنا مثلا إيه، روح هنا مثلا خليها success failure. ممكن هنا طبعا ايه انا الغي التشيك ده لو انا مش عايز الايه بس مجرد بس ان هو يجنبه مباشرة، فقط ان انا ايه ان انا اختار تمام. نرجع هنا properties كده اللي هي الايه الجزئية بتاعت الكليك. ايضا هنا لو عملنا بريفيو
طبعا انا الحاجات اللي انا بقولها دي انا بس بفتح سكك، تمام. شايف هنا الكليك بوكس موجود فين؟ موجود في جزء ما هنا، لا راح فين؟ هو ما اخدهوش على فكرة. طيب خليها، انا هعملها على صورة احسن عشان تبقى باينة، تمام. هتبقى باينة اكتر لو انا عملتها على صورة. هنحذف دي، هنرجع لها تاني كليك بوكس، يبقى كده هنا ايه الانتر اكشنز كلها اتكلمنا عليها، الاوبجكتس اتكلمنا على الهايلايت، واتكلمنا على الرول اوفر كابشن والرول اوفر ايمج. نيجي بعد كده نشوف حاجة أخيرة، عايز دي ودي، الاختبارات التفاعلية. الاختبارات التفاعلية الأول هشوف، بس نشوف الديمو ده، دي حاجة قديمة أنا كنت عملتها. اللي هي ان انا احط السحب والافلات احطهم في كويز او في اختبار. بس هنا في حاجة، الحاجة اللي يعني شايفين هنا انا حاطط المفروض وانا بحط الاختبار، تمام، احنا عندي كام نقطة هنا؟ 4 نقاط، وليكن كل نقطة هحط لها درجة مثلا. المشكلة هنا لو غلط في واحدة من الأربعة بيروح شاطب الأربعة كلهم، تمام. فانا لو هعمل حاجه زي كده يفضل ان انا اخلي كل مهاره في سلايد لوحديها عشان يحتسب درجتها على حده. يعني انا دلوقتي لو حطيت اي اجابه غلط هنا هيروح شاطب على السؤال كله، يبقى ال4 درجات كلهم راحوا مني. فيعتبر فانا متعمد ان انا اعملها كده على اساس ايه، ان احنا نعرف الخلل في. فانا دلوقتي لو انا جاوبت مثلا وحطيت أي إجابة غلط، هيروح يعمل إيه؟ يروح على طول حاطط لي ال يعني هنا سؤال مليان شوية مثلا. لو حط أنا هجاوب طبعا عشان بس ما أضيعش الوقت بشكل عشوائي، طبعا لازم اعبي كل الفراغات، مش هينقلني طبعا. هنا لو عملت اندو، تمام، بيرجع لي اخر واحدة بس، فدي الحاجة الوحيدة اللي بيخدمني فيها. يعني لازم اكون مصحصح وانا بجاوب لو انا هحل في حاجة زي كده. بعد كده الاسئلة العادية، شوف هنا بيديني الريزلت بتاعتي في النهاية، تمام. ولو اقل من درجة معينة بيقول لي يرجع إعادة التقييم مرة اخرى، تمام. ممكن لو عملت ريفيو هيبتدي هنا يراجع لي بقى، يقول لي اخطائي فين، السؤال ده غلط، السؤال ده صح، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ده الكويزات اللي بيعملها لي برنامج الادوب كابتيفيت. طيب تعال نشوف الكلام ده انا بعمله ازاي. طبعا لما اكون فاتح مشروع جديد بروح على كويز واختار question slide، هيديني نفس الشاشة اللي ظهرت في knowledge slide لو انتم فاكرين لما انا ضفت ايه knowledge slide.
قول لي انت عايز ايه، عايز multiple choice، عايز true and false، عايز fill in blank، عايز short answer، عايز matching مثلا السيكونس، تمام. والريتنج اللي هو اللي هو يعني لما يديلك تقدير كده انا مش هتكلم عليه، والراندوم كويستشن دي هتكلم عليها بعد ما نخلص بس ايه شرح الجزئيه دي، تمام. وهنا بيقول لي السؤال ده جريدد ولا مش جريدد. جريدد يبقى هيدخل في السكور. جريدنج هنا لو اخترت سيرفي تمام يبقى مش هيدخل في بري تيست، يعني اختبار قبلي، يعني ما لهوش درجه، مجرد بس ان هو بيقيس لك يعني مستوى التحصيل وخلاص. جريدد لا، لان جريدد هنا المقصود بيها ان الادوب كابتيفيت بيستخدم في الليرنينج مانجمنت سيستم اللي هو اختصاره ال ام اس، وده بيقدر الكابتيفيت يعمل لي قاعده بيانات للطالب بحيث ان هو يحط لي الادفانس بتاعه، ويقدر هو الطالب بنفسه يقدر يعرف كل اختبار خد فيه درجات شكلها ايه. فاي حاجه جريدت هنا بيروح مسجلها لي فين في قاعده البيانات الخاصه بالطالب ده. الليرنينج مانجمنت سيستم ده موضوع كبير جدا، مش مور ادفانسد، مور ادفانسد، فانا مش هتكلم عليه خالص نهائيا. بس انا هتكلم اللي يخص الاختبارات دلوقتي، ان انا اقدر اعمل بنك اسئله بميزان نسبي للفتره الاولى، او مثلا شيء مثلا نص الفتره الميد تيرم، وبعد كده نهايه الفصل، والميد تيرم الفصل الثاني نهايه الفصل الثاني، واعمل ميزان نسبي لكل مجموعه من الاسئله، يعني الصح والغلط ميزان نسبي للاختبار اللي هو نص الفتره، واحط مثلا فيه مثلا 20 سؤال، بحيث اني اعمل كويستشن بول او بنك اسئله من على مظبوط على ميزان نسبي، بحيث ان هو ايه لما يخلق لي الاختبارات تمام مش نفس الاختبار للطلبه كلهم والاسئله مش مترتبه، لا كل الطلبه هيجي لها صح وخطا، بس سؤالي انا غير السؤال الثاني غير السؤال الثالث. لما مثلا انا حطيت مثلا السؤال ده مثلا 20 سؤال صح وخطا بنفس المعيار بتاع الميزان النسبي، و20 سؤال مالتيبل تشويس بنفس المعيار بتاع الميزان النسبي لهذا السؤال، تمام، وهكذا. فممكن يجيني انا سؤال غير زميلي غير يعني يقدر يعمل لي تباديل وتوافيق كميه الاسئله. يمكن اقول لك لو حطيت مثلا 20 سؤال من كل نوع ممكن يعمل لي مثلا في حدود مليون اختبار. فدي الميزه بتاعت الادوب كابتيفيت، ان انا اقدر طبعا في الحاله دي انا هختار هنا راندوم كويستشن عشان يبتدي ايه، هي دي بتاعت الراندوم كويستشن. فحضرتك احنا خلينا في الحاجه البسيطه الاول، ان انا ازاي اعمل ايه، اعمل سلايد فيها سؤال يتصحح كستيب رقم واحد يعني. هنا حاطط لي كل الاسئله اهم وبنفس الطريقه، بس هنا اضافت بعض الادوات، وبنفس الطريقه هنا بيجيب لي هنا ايه الكويز ريزلت. طبعا انا اقدر اعرب وانقل المكان ده، انقلها من هنا واجيبها هنا، ودي انقلها هنا اجيبها هنا، يعني بحيث ان انا اقلبها من يمين للشمال يعني، تمام. يعني هعمل بس مثال بسيط جدا هنا، مثلا الدرجه النهائيه واروح جايب دي اجيب دي هنا مثلا واجيب دي فين وصلتها هنا، ممكن مثلا ان المحاذاة هنا اقدر اخليها مثلا اليسار، ودي اخليها اليمين مثلا لو انا عايز.
ليه انا مش عاطيني ان انا اجيبها ناحية اليمين؟ هنا مش هيخليني اجيبها ناحية اليمين، يبقى انا ممكن هنا اخليهم العكس. ثواني، تمام، زي ما هما كده بنفس ترتيبهم كده، وهنا يطلع لي السكور النهائي. تمام، وهنا مثلا نتيجة الاختبار هبتدي هنا نفس اللي احنا عملناه قبل كده، المالتيبل تشويس بنفس الطريقة، مجرد ما هنا ادخل عليه انا اختار هنا الكويز. تمام، هنا لو اجابات متعددة بختار دي. تمام، وهنا بختار عدد الاسئلة بنفس الطريقة اللي احنا، وهنا البوينتس 10. طبعا المفروض ان مثلا ده سؤال مالتيبل تشويس، مثلا الاختبار من 10 درجات مثلا، يبقى البوينتس مثلا هخليها كام؟ هخليها 1 مثلا. وهنا مالتيبل انسرز لو هما اجابات متعددة. تمام، هنا شايفين بارشال سكور، دي نقطة جديدة ما كانتش موجودة في النسخ اللي قبل كده. البارشال سكور ده في حالة لو مثلا أنا كل سؤال مثلا ده في مثلا لو هما multiple choice و multiple answers، وفي مثلا كذا إجابة صح وهو اختار واحدة منهم بس. تمام، فيديني هنا لما أضغط دي كده. تمام، يبقى هنا إيه، هنا هبتدي هنا إيه، يقول لي مثلا هنا مثلا كم إجابة، نشوف دول كم نقطة ويحسبها لي. بس صراحة لما تيجي تعملها وهو بيجمع ما بتطلعش مظبوطة، فيفضل إن يخلي كل سؤال بدرجته بس. نيجي هنا نفس الشيء، هنا برضه البوينتس هغيرها خليها 1 مثلا، ترو اند فولس. نيجي هنا الفيل ان بلانك، سوري، الفيل ان بلانك الاول. في الكويس سوري برضه البوينتس لازم كلهم اظبط الدرجات بتاعتهم الاول قبل ما ابتدي ايه، قبل ما ابتدي اشتغل. هنا برضه البوينتس اوكي. يبقى كده احنا ايه، خلصنا ايه اول حاجة الدرجات بتاعت ايه، بتاعت كل سؤال. وبعد كده هبتدي احط السؤال واحط الايه الاجابات، واعلم على الاجابات الصحيحة، اعلم على الاجابة الصحيحة في كل واحد منهم انهي الصح وانهي الخطأ. هنا fill in blank. تمام، fill in blank هنا في نقطة مهمة جدا، ان انا هكتب السؤال واسيب الحتة البلانك فاضية. تمام، بس لازم اضغط هنا وابتدي احط هنا ان انا البلانك انا المفروض الاجابة الصح تكون ايه. تمام، وابتدي هنا اكتبها. شايفين هنا البلانك، هنا لو انا جيت هنا مثلا مثلا الكويت مثلا، الاجابة الصحيحة المفروض هو هيكتب كلمة الكويت مثلا. هنا بيقول لي كيس سنسيتيف، وده مهم جدا لو الانجليش، لو انا بكتب بالانجليش الكابيتال كابيتال وسمول سمول، مهمة جدا الحتة دي. هنا طبعا انا مختار ايه، اني ممكن انا اضيف له كذا اختيار تاني، مثلا اخليه يختار بدل ما هو ايه، بدل ما هو يكتب يختار. تمام، لا انا ممكن هنا اختار هنا دروب داون ليست. تمام، هتظهر له قائمة، لا هنا مثلا العبارة اللي انا هكتبها له تحتمل اجابتين.
تمام، ومثلا الإجابة الصح إن هي إيه؟ الكويت. ده بالنسبة لإيه؟ الفيل إن بلانك هتبقى وضعها إيه؟ طيب هنا شورت أنسر دي هيكتب جملة تمام أو كلمتين أو ثلاثة، بس في نقطة هنا مهمة، لازم أحط كل الإجابات. أنا لا أنصح بالشورت أنسر لسبب، إنك أنت لازم تحط كل احتمالات الإجابات الصحيحة، وإلا هيعتبر إجابة السؤال خطأ، فابعد عن الشورت أنسر تمام. ده بالنسبة لإيه؟ للشورت أنسر، وجربه يعني، يعني ما فيش حاجة، اللي عاوز يجرب يجرب. نيجي آخر حاجة، طبعا دي بنفس الطريقة هبتدي أكتب الأسئلة وأوصل الإجابات الصحيحة تمام. هنا السيكونس، كل ما عليا هكتب الإجابات، وليكن مثلا هنا هكتب مثلا يعني، أنا المفروض لما أنا أحل بنفس الترتيب ده، يعني المفروض أنا السؤال هنا السيكونس أحط السيكونس الصح، هاجي هنا برضه للكويز تمام، وهنا السؤال هنا برضه هخليه درجة واحدة تمام. المفروض أنا عايز أضيف كمان اختيار ثالث، answers هنا خليهم 4 أو 5 مثلا، سوري دي خليهم 5، والبوينتس هنا 1 زي ما احنا عملناها تمام، وده رقم 3 4 5. يبقى أنا لازم هنا في السؤال أحط الإجابات بالترتيب الصحيح تمام، وهو هو هيخليهم لي راندم لما يبتدي يظهر معاه الاختبار. طيب تعال نشوف كده مع بعض، لو أنا يعني اعتبر سي مثلا إن أنا عملت الاختبار، نعمل كده ببلش بريفيو بروجكت. طبعا في شريحة أولى فاضية احنا ما عملناش فيها زر الإبداء، كان المفروض أحط فيها كل البيانات بتاعتي وأضغط على إبداء هنا مثلا عشان ينقلني الشريحة، هنا هديني وقت معين ويدخلني على الشريحة. نفترض أنا جاوبت إجابة، طبعا المفروض أول واحدة كانت هي اللي ترو، أنا ضغطت التانية تمام، قال لي هنا incorrect answer، طبعا أنا ممكن هشيل دي دلوقتي تمام، يعني ده اختبار يعني المفروض انا ما اقولهوش، او اذا كنت انا مخليه قبلي مثلا ممكن ان انا ايه اعرفه. هنا طبعا هنا دي برضه اهو، هنا ظهرت معايا المشكلة اللي هي رايت تو ليفت وليفت تو رايت، هنا مش ظابطة معايا تمام. وهنا هكتب الإجابة، ده شورت أنسر قلنا إحنا المفروض إن إحنا مش هنستخدمه يعني. طبعا مهما وصلت أي حاجة أنا أساسا مش عامل ديزاين للسؤال ده هيديني incorrect، بس إحنا كل فكرة عشان نشوف بس الإيه هنوصل لإيه في الآخر يعني. الدرجة النهائية 2 ماكسيمم سكور 6 تمام، النسبة بتاعتي 33%. هنا لو عملت ريفيو دلوقتي هيجيب لي الإيه الأسئلة اللي أنا جاوبتها صح والأسئلة اللي جاوبتها إيه غلط.
ممكن أرجع تاني أراجع الأسئلة بتاعتي. هو ده الكويس بتاع الأدوب كابتيفيت. وهنا طبعا العبارة دي أنا ممكن أغيرها، طبعا كلمة قاسية شوية بس إيه، إحنا ممكن أغيرها وأحطها أي حاجة، حظا أوفر المرة القادمة أي حاجة يعني. الكلام ده كله بيدخل فين؟ بيدخل بعد كده في قاعدة بيانات لو هو graded، اختبار graded. الاختبار ده عشان تطلع اختبار حلو أو يعني هتتعب شوية في الأول لحد ما توصل إنك أنت تتمكن من عمل اختبار وتعرف المشاكل. يعني لازم دي لازم أنا أقعد أجرب وأشوف إيه الأسئلة اللي تنفع معايا، إيه الأسئلة مش هتنفع معايا، إيه الأسئلة اللي هتظبط، إيه الأسئلة اللي مش هتظبط، بالذات لو أنا بتعامل مع اللغة العربية. أعتقد يمكن اللغة الإنجليش ما عندهمش مشاكل، في اللغة العربية بعض أنواع الأسئلة زي مثلا fill in blank مش هتظبط معايا إلا إذا سبت الطالب هو اللي يكتبها كتابة، في هذه الحالة هتمشي معايا كويس. زي ما قلنا اللي هيكتب الإجابات اللي هيكتبها الطالب من لوحة المفاتيح لازم أحط كل الاحتمالات، يعني الهاء والتاء المربوطة والياء بدون نقطتين والياء المقصورة ومش عارف إيه، بحيث إن أنا أضمن تماما إن الطالب أي كلمة هيكتبها هتكون ما بين هذه الأشياء. هتبقى متعبة شوية يعني، أكمل بالذات هتبقى متعبة شوية في صياغة في وضع الإجابات الدقيقة، بحيث إن إيه إن ما أغلطش وأنا بحط الأسئلة. كده أنا أعتبر خلصت الجزئية دي، بس أنا شايف إن أنا مضطر أغير ورقة العمل عشان الميموري جيم، وأعتقد الجيكسو برضه مش هتبقى موجودة اللي هي البازل. فأنا هضطر أغير ورقة العمل 2، نحطها نخليها مثلا اللي هي صورة، الصورة دي أنا هعمل سحب وإفلات عليها بحيث إن أنا إيه أحط الإجابات، يعني هنقل صور وأحطها على أماكنها الصحيحة، بس ما حدش يبتدي حل ورقة عمل 2 لغاية ما أعدل ورقة العمل، وهضطر طبعا احط فيديو يوضح الشرح بتاعها. شكرا لحسن استماعكم، نشوف الأسئلة. يعطيك العافية وبارك الله بجهودك أستاذ عصام، عساك على القوة إن شاء الله. الله يكرمك. بالنسبة للأخوة والأخوات الحضور، إذا في أي أسئلة ممكن الكتابة الآن. بالنسبة لحل ورقة عمل 2 شلون أستاذ عصام؟ ورقة عمل 2 أنا هضطر أغيرها أساسا. في ناس قالوا لها يمكن، بس على حسب اللي موجود عندهم. خلاص ماشي، لو هنخليها زي ما هي ويختار أي انتر أكشن هو عايزه نخليها زي ما هي ويختار الانتر أكشن اللي هو عايزه. بارك الله فيك. إذا هذه إجابة على سؤال الأستاذة خلود الهاجري. في الأستاذة بشاير تقول البرنامج ما يدعم عندنا في أجهزتنا. إحنا تكلمنا يمكن عن النقطة هذه، قلنا ممكن الاستعانة بأي جهاز لأي زميلة معاك في الدورة موجودة، ممكن تستعينون وتسوون فريق عمل وتشتغلون مع بعض يعني. بالضبط كده. لما احنا قلنا ورقة عمل 2 اللي عاوز يعمل يضيف اي انتر اكشن، يضيف انتر اكشن من المتاح، اي انتر اكشن من المتاح. يعني ممكن انا هحذف دول مثلا، الأستاذ عصام. في الأستاذة عنود عندنا تسأل تقول شلون تعرف النقص عندها في ورقة العمل 1؟ حاضر، هتواصل معها بعد الدورة بحيث أوضح لها النقطة فين بالظبط، لأن في عدد كبير جدا عندهم نقص في الملفات بتاعتهم. معظم الملفات اللي نشوف مع بعض كده، انا لما باخد ورقة العمل يعني مثلا زي الزميلة لما رفعت ورقة العمل انا لسه ما شيكتش عليهم، تمام، بعمل دبل كليك هنا حل ورقة العمل، سحبت كل الفولدر
مرة واحدة، لا ألاقي بعض المتدربات مثلا حاطة لي ملف بيانات المتدرب بس، أو ألاقي ملفات ناقصة، خد كوبي لبعض الأجزاء ولا لا. أنا هاخد كوبي لحل ورقة العمل اللي أنا عملت لها بابلش، الفولدر ده كامل كده تمام، وهو أروح رافعه فين؟ على التيمز. في كتير جدا حاطين جزء من الملفات بتاعتهم، مش كل ملفاتهم. يعني هاخد الفولدر اللي عمله لي بابلش وهو ده اللي هرفعه، كل الفولدر. ممتاز، واضح استاذ. معظم الحالات اللي هي الاوراق العمل غير مكتمله يمكن 85% منهم نفس الحاله. ممكن اوريكم كده مثال، مثلا لو انا دخلت على التيمز نفسه بس عشان تبقى الامور اوضح. مثلا حط ملف الاندكس وساب الباقي. وضحت الفكره؟ انا عايز الفولدر كامل اللي بيطلعه لي الكابتيفيت اروح رافعه مره واحده. نشوف مثلا تاني، مثلا زي المشروع ده نفس الحكايه، الاندكس وبيانات المتدرب وخلاص على كده. فانا عايز الفولدر كامل يا جماعه، مش ما ياخدنيش ملف الاندكس ده اللي بيشغل بقيه الفولدرات اللي موجوده معاه في نفس الفولدر. فلازم اخد الفولدر كله على بعضه بالاندكس، بكل اللي طلعهم الكابتيفيت واحطهم لي في الفولدر ده، هم دول كلهم اخدهم وارفعهم هنا بالسحب والافلات. ممتاز استاذ عصام. متى راح تكون متاحه ورقه العمل 2 التعديل عليها؟ متى راح يكون متاح؟ انا هتواصل مع الاستاذه الجازي ونحدد العناصر بتاعتها ونشوف افضل حاجه نعملها، مثلا سحب وافلات او نعملها كويز او ايه بالظبط، وبناء عليه هغير ورقه العمل. ومن دلوقتي اهو قدامكم تمام، ملفات ورقه العمل الثانيه. عشان ما حدش يشتغل في شغل قديم لحد ما نحط لكم ورقة العمل الجديدة. ممتاز. وبالنسبة حق الموعد، احنا محددين موعد يوم السبت القادم ان شاء الله، إن يعني شاء الله امامكم بإذن الله قريب تعالى. ولو اسبوع. في أي حد عنده أي استفسار لغاية انتهاء موعد رفع أوراق العمل، أنا إن شاء الله بإذن الله هبقى أرد عليه. بارك الله فيك وعساك على القوة استاذ عصام، ما سامحوني قصرتوا بس، كم. انا عارف ان في بعض الحاجات يعني انا ما كنتش مجهز نفسي ان انا اقولها، بس انا حبيت اقولها للامانه لان البرنامج تقيل صراحه، ومش 3 ايام يعني. البرنامج زي ده عاوز له يعني دوره، يعني احنا كثفنا فيها على قد ما نقدر واختزلنا على قد ما نقدر، بس برنامج زي الادوب كابتيفيت ما ينفعش فيه الاختزال، لانه برنامج قوي ومفروض كل نقطه تتاخد بالديتيلز بتاعتها. لان المفروض بعد كده كمان فيه اللي عاوز يشتغل في ان هو يعمل بنوك اسئله لاختبارات ومش عارف ايه وحاجات زي كده. الموضوع يعني مور ادفانسد بشكل غير عادي يعني. إن شاء الله احنا نتمنى ان في عدد من المتدربين يكون عنده اهتمامات ويبدأ يستكمل الجانب الفني للبرنامج ويبدعون فيه إن شاء الله. بارك الله فيك، لا أعطيتهم صراحة أنا شفت منهم يعني اللي عملوا ورقة العمل الأولى عملوا شغل حلو، وفي بعض الأعمال فيها لمسة فنية حلوة صراحة. بالإضافة لذلك للأسف الشديد الأدوب كابتيفيت ما فيهوش دوكيومنتيشن بالعربي نهائيا، يعني اللي عايز يقرأ بالإنجليش من خلال الهلب بتاعت شركة أدوبي نفسها، حاطة أونلاين هلب تقدر تسأل تدور على كل حاجة أنت عايز تعملها، بيقول لك تشرحها إزاي تعملها إزاي وبالفيديوهات. يعني شركة أدوب نفسها حاطة فيديو تيوتوريال خاص فيها، بحيث طبعا بس طبعا بالإنجليش والفرنش والألماني وكذا كذا لغة كده،
تمام، اقدر ان انا طبعا احنا اللي يهمنا الانجليش، لو انا فلوينت في الانجليش هقدر ان انا ايه ان انا اشوف الخطوات واقدر امشي بيها. وعاملينها صراحة فيديوهات صغيرة، يعني التاسك مثلا اللي انا بسأل عليها ماكسيمم الفيديو 4 5 دقائق، بحيث ان مثلا ازاي ان انا مثلا العب في خصائص مثلا التكست بوكس او كذا او الكليك بوكس او كذا او كذا، هتلاقيه فيديو لا يزيد عن 5 دقائق بيشرح لك بس الجزئية دي بس. فالهلب وفي قناة خاصة بالادوب كابتيفيت على اليوتيوب فيها شارح من A to Z، ازاي تعمل بول، ازاي تعمل بنك اسئلة، ازاي تعمل تختار اسئلة عشوائية من بنك اسئلة. صراحة موقع جبار جدا جدا جدا، بس بالانجلش طبعا. الله يعطيك العافية وكل الشكر للحضور الكريم على التفاعل والاستجابة، الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله جميعا. إن احنا شاء الله بكذي خلصنا الدورة إن شاء الله، وأي أحد عنده استفسار مثل ما تفضل أستاذ عصام ممكن التواصل معه في قناة الاستفسارات أو التواصل معه مباشرة. الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم، الله يعافيكم فندم، بارك الله فيكم، وعسى والتسجيل راح هو يكون متاح طبعا في المحادثات إن شاء الله. الله يكرمك فندم.